انا عايز اسال حضرتك، وبصفتك نجم كبير طبعا جدا، ما هو الفارق بين النادي الاهلي مع فايلر والنادي الاهلي مع موسيماني؟ يعني ايه اللي عمله موسيماني مختلف خلانا، رغم ان فايلر برضو كان يعني واخد انطباع جيد قبل كورونا من الجماهير ومن الخبراء داخل النادي الاهلي، وكان ماشي بشكل يعني الى حد كبير مرضي للنادي الاهلي ولجماهيره. ايه اللي عمله موسيماني بقى فيه فارق شويه عن فايلر؟ اقول لك يا اسلام، انا حسيت كده معاك يعني كمشاهد وكجمهور، ان حقيقه اسم النادي الاهلي واي حد يتمنى انه يكون في كيان زي النادي الاهلي بيدي برضه زياده في التركيز وزياده في تحقيق يعني ما يتمناه جماهير النادي الاهلي نفسها. جماهير عريضه جدا، جماهير كبيره، الثلاث ورقات اللي هو احنا بنستند اليهم دايما في النادي الاهلي، المؤسسه الكبيره دي اللي هو يسعد الجماهير والفوز دايما وانه صائد البطولات وحائط البطولات وكل حاجه والراعي الرسمي للبعثه المصريه، خدت بالك ان كان في المنتخب او بالنسبه لجماهيره هو. فاي حد بيلتصق بهذا الاسم او بيجي بيلاقي امكانيات محطوطه له طبعا بينتقي احسن لعيبه موجوده عنده. مفيش هزار، مفيش تهريج، اوضه لبس محترمه جدا، مدير فني، مديرين فنيين جنب المدير الفني لاجئين على اكثر خبره واكثر احتراما، مدير كوره خبره كبيره جدا، ما عندناش تجاوز، ما عندناش اي حاجه، عندنا قانون ودستور بنمشي عليه. اعتقد يا اسلام كل اللي انا بحكيه لك ده او اللي الدنيا كلها عارفاه ده بيساعد كتير قوي المدير الفني. فلما جه فيلر حق الحقيقه حقق معادله ان هو قدر يقرا امكانيات اللعيبه كويس قوي يعني، وابتدى يبقى الحظ مواجبه في اول افريقيا، اول مباراه فيه لو تفتكر كان عيد ميلاده كسب 2-0 بره ارضه في افريقيا، فابتدى يتقيم ده ليه في افريقيا ولا مالوش. جه في مصر ما خسرش ولا ماتش لغايه اخر البطوله، والكورونا حددت ملامح التعامل بتاعه شويه قبل الكورونا وبعد الكورونا، يعني دخلت علينا صفات جوه هذا المدرب تخليك مش عارف تقيمه دلوقتي زي ما احنا كنا مقيمينه لغايه قبل الكورونا وقبل ما يسافر ويرجع. كان على اي كلاس يعني، بقى مطلوب في الدنيا كلها، بقت كل الدنيا شايفاه. اي مدرب في اي نادي كبير، اي مؤسسه كبيره تتمنى ان هو تجيبه، وابتدى تنهال عليه عروض على ما اعتقد، ابتدى يتكلم في سياسه الكورونا، اقدر اكمل ولا مش هكمل، الشكل العائلي اذا كان بالنسبه له او بالنسبه لاي مدرب تاني كان موجود. فالكورونا برضو يعني معرفش حددت ملامح كده لجميع الفرق في العالم، مش احنا بس. أيه. مش فايلر بس، فمش هقدر اقيمه لك يعني. ما انا دايما بدي تقييم عندي معايا مدرب بيقعد عندي سنه او اتنين يعني، مش كده؟ اكيد يعني طبعا. احنا كنادي بنديله الحريه دي ان انت تاخد منه المطلوب منه. أيه. التعهد بتاعه ان هو لازم ياخد، ما يطلعش نمره اتنين، لا لازم البطولات كلها تبقى موجوده وبنتحاسب على هذا الشكل من شأن يعني. طيب. فانا ما اقدرش اقيمه لك اكتر من يمكن الفتره اللي عدا قدر يدخل جوه اللعيبه كويس قوي، يعرف امكانياتها ايه، يعرف يوظفهم ازاي. ده بالنسبه لفايلر؟ ده بالفايلر الفتره اللي عدا. طيب انا بتكلم، كان سؤالي التاني بقى جه التاني جه بقى دخل بس الروح على طول اول ما جه، بس الصداقه يعني، فاهم قصدي ايه؟ بس ان انا معاكم مش جديد عليكم، لا ده انا منكم، لا ده انا عارفكم، فين اللي اسمه صالح جمعه؟ فين مش عارف مين؟ كهربا. فين قفشه؟ انت كنت بتلعب ايه وبتتفرج على الفيديوهات؟ الراجل تعب شويه اول ما جه، عرف يعني يثبت لنفسه اسلام. احنا بالبلدي ده كله اللي انا بقوله لك يعني، انا كمشاهد مش لا كمحلل ولا حاجه يعني. انا بقول لك ده راجل قدر يقعد على القهوه بسرعه ويبص كده يقول انا مصري، مصري بالنتائج بتاعته، مصري بمعاملته وتعريف نفسه للعيبه، اللعيب المصري مش سهل او لعيب الكره مش سهل. ما كانش يحس ان في مدرب قدامه قوي او مدرب فاهم مش هيديله حاجه، خد بالك يعني. ايوهما احنا قاعدين بنتكلم بعض، احنا على التليفونات، ايه رايك؟ انما ده عمل حاجه بيسموها شطب يعني. احنا جايين لمهمه واحده، النادي كله طالبها مننا والجماهير، بطوله افريقيا. انتوا خلاص برافو عليكم، انتوا شكرا، اخذتوا بطوله الدوري، عقبال بطوله الكاس، ومعايا بقى تعالوا بقى ايه نشوف اللمسه واللعبه، تعالى نشوف الشخوص، تعالى نشوف بندافع ازاي، تعالى نشوف ازاي بنعمل الكونتر اتاك بسرعه.
ده شغله بقى يا اسلام. خد طيب بالك، كابتن شريف ايهما افضل للنادي الاهلي من وجهة نظر شريف عبد المنعم، مواجهة الزمالك في نهائي دوري الابطال ولا الرجاء المغربي؟ شريف عبد المنعم الاهلاوي ونجم النادي الاهلي. بقول لك يا اسلام علشان تعرف حاجه بس، اتفضل. الاهلي واجه صن داونز كويس، انا مش هقول لك حد تاني، وواجه الوداد، ودول اعتقد ان هم والزمالك دول اقوى ثلاث فرق، ولا انت ايه رايك في التصنيف؟ يعني دول اقوى ثلاث فرق كانوا موجودين في البطوله دي على ما اعتقد، يعني الاهلي صن داونز الوداد والزمالك، صح؟ طبعا كابتن شريف، اثنين من اقوى يعني الفرق اللي موجوده في البطوله، ناقص نادي الزمالك واحترمه كل شيء. والمباراه دي انا عن نفسي ولا اي حد يقدر يتخمن بالنتيجه اذا كانت سوبر ولا اذا كانت دوري عام ولا اذا كان بقى بطوله افريقيا. هتشجع مين وانت يعني وانت قاعد بتتفرج على ماتش الزمالك مع الرجاء المغربي؟ شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي، واللي يهمه طبعا ان النادي الاهلي ياخد بطوله اشجع افريقيا. ايه يا اسلام الماتش خلص. لا ليه؟ ما كل شئت او وارد. لم انشا هشجع الزمالك، انا هشجع الزمالك. هتشجع الزمالك؟ يعني انا شئت او لم انشا، المباراه انتهت، هتشجع جوله خلصت.